ازيكم بنات، معاكم ميك اب ارتست لالا جبريل. النهارده في الفيديو ده هعلمكم السموكي ميك اب لوك. هو سهل جدا وبسيط، اتمنى الفيديو يعجبكم. اول حاجه هنبتدي بيها هي العين. انا اوريدي عملت حواجبي وهنبتدي في اي شادو العين. بنحط الكونسيلر على كامل الجفن، هندمج بالبيوتي بلندر، هنحط باودر لوس او كومباكت باودر علشان نثبت بيها الكونسيلر اللي احنا حطيناه فوق العين. دلوقتي هنجيب شادو بلون بني وهنحط في المنطقة دي. دلوقتي هنحط كحل على الجفن المتحرك كأننا بنحط ايلاينر بالظبط، بس ايلاينر كأنه ايلاينر بخط اتخن شوية، مش لازم يبقى مظبوط قوي، احنا بنعمله كده خط كروكي. هنيجي ناخد فرشة مبططة ممكن زي دي علشان ندمج الكحل اللي احنا حطيناه، بما انه هو كحل كريمي فهيدمج بسرعة. المهم بنوصل لنهاية الجفن المتحرك. هنيجي دلوقتي نحط باودر ايشادو باودر اسود على الكحل اللي احنا حطيناه عشان نثبته ويتقل لونه اكتر. فرشة زي دي وناخد لون بني شوية فاتح وناخد المنطقة دي، نحاول ندخل البني في الاسود. هناخد فرشة نظيفة وندمج من فوق، فرشة بلندنج طبعا. احسن حاجة يا بنات في السموكي لوك اللي مفهوش ايلاينر، فسهل جدا البنات اللي مبيعرفوش يرسموا ايلاينر. دلوقتي هنعمل بقية العين، ممكن نعمل العين من تحت وبعد كده نكمل بقية الوش. هنحط برضو لون بني اللي احنا حطيناه فوق العين. دلوقتي هنحط كحل اسود من جوه العين علشان السموك الاسود بيبقى محتاج العين تبقى كلها اسود. واهم حاجه يا ريت في السموكي لو هتعملي سموكي تبقي عينيكي ملونه او لابسه لينسز. هناخد الكحل ونحط جوه العين، وهناخد برضو الجفن الفوقاني برضو نحط من فوق. هنيجي دلوقتي ناخد فرشه اللي احنا استخدمناها في الاول، فرشه تحط فيها شادو اسود وتمشي تحت العين علشان تدمجي الكحل اللي احنا حطيناه. دلوقتي هنجيب ايلاينر، بس انا هعمل بس يعني همشي احدد بس العين من فوق بسيط جدا، بس ممكن جدا انتي ما تستخدميش الايلاينر، بس انا هحدد بسيط حوالين العين من فوق. هنيجي دلوقتي نحط الماسكرا. قبل ما بنحط الرموش هنحط الماسكرا من فوق، وبعد كده بنعمل بقية الوش بالفونديشن والكونسيلر، وبعد كده نحط الماسكرا اللي هي من تحت بنحطها في الاخر خالص. هنحط الرموش. دلوقتي احنا خلصنا الحاجات الاساسيه في العين، يعني احنا ما فضلناش غير ان احنا نحط الهايلايتر في تحت الحاجب بس، انا وهنا كمان عند مجمع العين بس لما اخلص بقيه الوش. دلوقتي انا مرطبه بشرتي، هنحط البرايمر. مفيش مشكله خالص لو استخدمتي ايدك، يعني الفرش دي مش يعني مش لازم تبقى كل حاجه معاكي فرشه ليها. هناخد الفاونديشن،
وندمج بالبيوتي بلندر، وهنحط الكونتور والهايلايت. طبعا ده الكريم، هنحط الكونسيلر اللي هو الهايلايتر او الهايلايت، دلوقتي هنحط الكونتور. انا هحط كونتور باودر، باودر تحت العين، بس بنحط لوس باودر او كومباكت باودر. هنيجي دلوقتي نحط كونتور الانف، هحط بلاشر بلون خوخي بيبقى حلو جدا مع السموكي. دلوقتي الهايلايت او الهايلايتر، وهنا هايلايتر، هنا. دلوقتي هناخد فرشة صغننة قوي ونحط الهايلايتر في المنطقة اللي هي مجمع العين وتحت الحاجب. الليبستيك ياريت تختاري مع السموكي اسود ليبستيك الوان نود او على بينكات، دي اكتر الوان بتليق جدا مع السموكي الاسود، خصوصا ان انت تبقي عايز تبرزي اكتر شكل العين، فدايما الاسود بيليق مع الالوان النود علشان الاسود بيبقى واضح جدا والنود بالوان هاديه وخفيفه. يا اما لو حابه ان انت تعملي سموكي تقيل وفخم بيبقى ممكن تحطي ليبستيك يبقى باللون الاحمر. اخر حاجه هنحطها هي الماسكرا، هنحطها من تحت العين في الرموش السفليه. وبكده يكون اللوك خلص، اتمنى يكون اللوك عجبكم وياريت تطبقوه، ولو في اي حاجه في الميك اب عايزين تعرفوها ياريت تسيبولي في الكومنتس تحت. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.